بحب اقول لكل يلي رشحوني للايس باكيت تشالنج يسحبوا ترشيحهم بليز، لانه انا ما في اتحمل ثلج نازل على راسي مع مي مسقعه. فضل اتبرع هيك برتاح وبفيدهم. رجعنا هذا الفرايدي حسام فتوح بتيسة هاشم وائل منصور. حسام انا قبلت منك التحدي رح اعملها انا هلا بالجبل، وبالليل بحب ذاكرك وساخني وصوتي ما عم يطلع. يلا معي ما يلا. التحدي بتاع هيفا وهبي وهعمل ايس باكيت تشالنج دلوقتي، وهرشح سالي عبد السلام، خالد منصور، تيما الشمالي، شكري كمان محمود شكري و أسيل عمران و باسم يوسف. ALS ايس باكيت تشالنج، وبرشح راغب اليسا احلام. I nominate for Ice Bucket Challenge Mr. Abd al-Fattah al-Sisi and Basim Youssef and Tamer Hosni and all my friends. بحب اقول لكل يلي رشحوني للايس باكيت تشالنج يسحبوا ترشيحهم بليز، لانه انا ما في اتحمل ثلج نازل على راسي مع مي مسقعه. فضل اتبرع هيك برتاح وبفيدهم. رجعنا هذا الفرايدي حسام فتوح بتيسة هاشم وائل منصور. انا قبلت منك التحدي رح اعملها انا هلا بالجبل، وبالليل بحب ذاكرك وساخني وصوتي ما عم يطلع. يلا معي ما يلا. التحدي بتاع هيفا وهبي وهعمل ايس باكيت تشالنج دلوقتي، وهرشح سالي عبد السلام، خالد منصور، تيما الشمالي، شكري كمان محمود شكري و أسيل عمران و باسم يوسف. ALS ايس باكيت تشالنج، وبرشح راغب اليسا احلام. I nominate for Ice Bucket Challenge Mr. Abd al-Fattah al-Sisi and